السلام عليكم. اليوم عندي واحد القصة اللي هي متميزة وزوينة بزاف، لأن مولاة القصة كتستحق كل الاحترام. المهم هاد القصة ديالنا اليوم هي ديال لالة خديجة اللي في العمر ديالها حاليا 52 سنة. هي مسكينة تزوجت في واحد السن اللي هي صغيرة بزاف، تزوجت على 16 سنة. خديجة هي كانت عايشة في البادية، كانت عايشة عادي مع الأم ديالها ومع الأب ديالها ومع خوتها. حتى لواحد النهار ما فهمت حتى شي حاجة، كانت باقا صغيرة ما فهمتش كيفاش أن الأم ديالها توفات. كتسمع كل شي كيبكي وكيقولوا راها ماتت راها ماتت. هي ديك الساعة كان عندها 7 سنين، واخا هكاك باقا ما فهمتش مزيان كيفاش يعني أن أمها ماتت. واش ما بقاتش غتشوفها؟ واش غتمشي لشي بلاصه وغتعاود ترجع؟ كان عندها بزاف ديال التساؤلات، ومع الوقت عاد فهمت فعلا ان صافي الام ديالها راه مشات وما بقاتش غادي ترجع صافي. واصلا فهمت مزيان فاش الاب ديالها كان عليه ضروري انه خاصو يجيب شي مراه باش تقابلهم هي وخوتها. كانوا جوج البنات وجوج ديال الولاد. المهم الاب ديالها جاب واحد السيده تزوج بها صافي ورجع للخدمة ديالو، بحكم هو كان كيخدم في المدينة. الخدمة ديالو هي كان عساس في شي بلاصة، كان في شي عمارة في المدينة، وخلاهم هما مع ديك السيدة اللي تزوج بها باش تقابلهم صافي. كتكمل خديجة القصة ديالها وكتقول المهم لقينا راسنا عايشين في واحد الجو اللي ماشي عائلي، واحد الجو اللي كان خايب بزاف. تكرفصات علينا هاد المرأة كتر من القياس، كانت مجوعانة، كانت كتضربنا، كانت كتخدم بينا الخدمة اللي ما نقدوش عليها لا أنا لا خوتي. وفي نفس الوقت كانت باغية تولد بأي طريقة وما كتابش لها الولادة. كانت حنا كتخرج فينا داك السم ديالها، لدرجة أننا ولينا كنسمعوا أنها كتخرج مع رجال آخرين. وبا ما جايب للدنيا أخبار، با كيمشي عند وعند بالو راها مقابلانا وراها مهاليه فينا وموكلانا مشربانا. هي حتى حاجه من هاد الشيء ما كاينه. ملي كيبغي يجي كتحلف علينا، كان كيجي مره في السيمانه كتقول لينا لا قلتو شي حاجه غندير لكم غنفعل لكم، والله لا نسيتوها والله صافي. حتى واحد فينا، حتى شي واحد فينا ما كانش كيقدر انه يهضر. دازت ليام، انا بديت كنكبر شويه، ولات عندي 16 سنه 16 سنه ولات عندي بحكم خوتي. المهم كنت انا هي البنت الكبيره، خوتي الدراري كبر مني جوج وكانت اختي الصغيره صافي. با بنت لي غير انا اللي خصني نتزوج. جا عندي وقال لي ها بنتي شوفي راجاك واحد العريس راه غادي نديك باش تعيشي معاه. ما داروا لي لا عرس لا خطبه لا والو، ما عرفت حتى شكون هاد العريس. غير جمع لي با شي حاجه شي حوايج وصافي ديال اللباس، جرني للمدينه وداني معاه. وانا بحال شي وحده يعني غاده لشي عالم، شي عالم اخر، ما شي عالم اللي ما عارفاش حتى شي حتى كيفاش داير. انا ما عمري شفت المدينه، انا كبرت غير في الباديه، غير في العروبية وسط الربيع والبهايم والدجاج، وما كنتش عارفة شنو المدينة كيف دايرة، وكنت خايفة ولكن كنت فرحانة. كنقول أخيرا غدا نشوف المدينة كي دايرة صافي. وغدا في الطريق كنت تخيل واحد العيشة زوينة، قلت راه غنمشي عند واحد الراجل اللي غادي يعيشني عيشة زوينة، وغادي نبني حياتي انا وياه. المهم انا المهم فرحانه وكنت تخيل شي حوايج. رانا راكم عارفين بنت صغيره ديال 16 سنه وغادي تدير حياتها ودير فرحانه. وقلت راه غنحيد من واحد الهم اللي هو اللي داز عليا. المهم انا في راسي الزواج غيكون شي حاجه مختلفه في المدينه، وغادي نلقى واحد العيشه زوينه صافي. توصلنا للمدينه وداني عند داك السيد اللي غادي يكون هو الزوج ديالي. المهم لغد ليه جابوا الطلبه قراو شويه ديال القران صافي. وكانت واحد اختو دارت شي قصريات ديال الكسكسو، ما كاين لا عرس لا ما فهمت والو انا.
ايوا وانا نقشوا ليا الحنه صافي ولبسوني واحد القفطان. المهم بديت حياتي مع هاد السيد. انا ديك الساعه ما فهمت والو، ما داروا ليا لا عرس لا حتى شي حاجه. شي شويه هو كان خارج، وفاش رجع جاب معاه ثلاثه ديال وليداته، جوج بنيات ووليد. صافي البنت الصغيره كان عندها الطريبيه، كان عندها غير 6 شهور. تدخلهم كنقول ليه شكون هادو؟ قال لي هادو راه ولادي. قلت لي كيفاش ولادك؟ قال لي راه كنت والدهم مع المرحومه، راه كنت مزوج والزوجه ديالي توفات وخلاتهم ليا، داكشي علاش انا تزوجت، داكشي علاش بغيت نعاود نتزوج. علاش ما قالهاش لك الاب ديالك؟ انا ما قال لي حتى واحد شي حاجه. صافي المهم انا ما فراسي حتى حاجه، الاب ديالي عارف ولكن ما قال لي والو. المهم بقيت كنشوف فيهم وحتى هما بقاو كيشوفوا فيا. البنت الاولى كان عندها تقريبا شي 10 سنين وسميتها مريم. الولد مسكين كان عنده شي 6 سنين سميتو احمد. والطريبيه مسكينه راه كانت غير 6 شهور. انا بقيت غير كنشوف، وهزيت ديك الطريبيه مسكينه في يديا وديتها، جاب ليا الحليب ديالها كان هز واحد الصاك هز فيه الحليب ديالها وحوايجها، قال لي هاك يا هانتي لا بغيتي تبدلي ليها. صافي وخرج مشى للخدمه ديالو. انا بقيت غير كنشوف فيهم وهما كيشوفوا فيا مساكن وهما مخلوعين. البنت الكبيره عينيها عامرين بالدموع وباغا غير تبكي، كتسنى غير وخايفه مني، والخوف باين فيها والدموع مسكينه كتسنى غير كلمه باش يهبطوا دوك الدموع. وكانت خايفه ومخلوعه باينه فيها، خايفه مني وما عرفاتش بانني انا راه داكشي اللي داز عليا راه كنشوفو في عينيها مسكينه. ما غنقدرش ندوز عليها حتى شي حاجه، راه داز عليا ما كثر منها. صافي نط درت واحد شويه واحد الكويس ديال اتاي واحد وعجنت واحد شويه ديال شي مسمنات، وقلت لهم اجيو تفطروا. صافي البنت بقات كتشوف فيا مسكينه وعاجبها الحال فاش حطيت لهم الفطور وقلت لهم اجيو تاكلوا، عاجبها الحال. وتا انا والولد مسكين تا هو جا كياكل، مسكين طاح في داك المسمن بحال اللي ما عمره ماكله، بقيت غير كنشوف فيه. المهم بديت باش نزعمهم، قلت نبقى نسولهم شنو سميتك شنو في عمرك شنو كديرو، بديت كنحاول باش نتقرب منهم نوريهم بانني انا راه ماشي واحد الوحش ولا واحد الشريره اللي غادي تكرفس عليهم ولا. المهم حسستهم بالامان. عاد بديت كنشوف الفرحه في عينيهم. سولت مريم بنت الكبيره قلت لها فين كنتو هاد جابكم باكم وهذا؟ قالت لي راه كنا عند عمتي، ولكن عمتي راه قبيحه، قالت لي راه كانت كتضربنا وكانت كتكرفس علينا وما كتعطيناش ناكلو. صافي المهم تهليت مزيان فيهم وحاولت انني نتصاحب معاهم، وليت كنديهم انا بيدي للمدرسه وكنجيبهم. كناخذ البنيته الصغيره كنركبها في ظهري فوق ظهري، البنيته الصغيره سميتها فاطمه الزهراء، وكنديهم للمدرسه وكنجيبهم. راجلي ما كانش باغيني صراحه نخرج، ولكن انا كنبغي نديهم لراسي ونجيبهم. راجلي كان كبر مني بثلاثين سنه، كبير عليا بزاف. انا فاش تزوجت بيه كان عندي 16 عام وهو كان عنده 46 سنه، ولكن واخا هكاك كان كيبان انه ماشي كبير بزاف ولا شارف، ما كانش فيه حتى شي ما كان فيه في شعره. المهم انا رضيت بحياتي ورضيت بهذاك الشيء اللي قسم الله، داكشي اللي كتب عليا الله. الصراحه كنت كنحس بيه بحال با بحال خويا الكبير، كان كيعامل لي مزيان، كان كيتهلا فيا وكيحن فيا، وكان عنده واحد القلب كبير وكيبغيني ديما، كيبغي دائما يتهلا فينا ويجيب لينا احسن ما كاين. واخا كانت الخدمه ديالو يعني ماشي شي خدمه اللي كيتخلص فيها مزيان، ولكن كنا الحمد لله شبعانين وقانعين وفرحانين. ومن القليل من الحاجه القليله كنعرف كيفاش نتعامل، كنعرف كيفاش نسير الامور ديال الدار، ونطيب لهم مسيمنات ولا رغيفات في الصباح، ونعمر لهم اتاي
وندبر لهم الغداء. والمهم عايشين واحد جو عائلي زوين. انا الصراحه في الاول كنت متخوفه من المدينه، وكنت متخوفه بزاف من بزاف ديال الحوايج، حيت ما كنتش عارفه كيفاش دايره المدينه. صافي راجلي علمني وراني كيفاش، علمني كيفاش نسيق، علمني كيفاش ما كانش عندنا حنا حتى الضو، ما كنتش تنعرف حتى كيفاش حتى شي حاجه ما كنعرفها في المدينه. المهم وعلمني راجلي وعلمتني مريم بنته. المهم وليت كنعرف كل شيء بحال راه سنين وانا عايشه في المدينه. مريم واخا حتى هي كانت صغيره كانت كتوريني، ايوا صافي وعايشين صافي. واحد النهار حتى حسيت بالدوخه، صافي عرفت راسي رانا كنتوحم. المهم واخا الوحم الحمد لله ما كنتش، ما جانيش صعيب، عادي كملت حياتي عادي، حيت كندير شغلي، كندير الوليدات للمدرسه، كان نفس الحياه عادي، ما جانيش الوحم صعيب. وبا مره كيجي يطلع ليا بحكم حتى هو خدام ماشي بعيد. والمهم راجلي الله يعمرها دار، وكاع داكشي اللي فقدته في الصغر ديالي عوضته مع راجلي ووليداته. راجلي كان كيخدم ويجيب ليا ويتقدى، ما كانش يخليني نخرج، هو يتقدى هو يجيب كل شيء، كانش يبغيني نخرج لاي بلاصه. حدي كندي الدراري للمدرسه، واصلا المدرسه ماشي بعيده، كانت غير لتحت ما بعيداش، ولكن كنت كنخاف عليهم، كانوا بحال خوتي. كنا نلعبوا، كنا نجبدوا الكارطه نلعبوا، كنت نلعب معاهم الحبل قبل ما نكون كنتوحم. المهم كنا عايشين زوين. داك الشيء اللي كنت محرومه منه في العروبيه وفي الصغر ديالي والعذاب اللي داز عليا عوضته معاهم. والبنيته الصغيره فاطمه الزهراء كنحس بها بحال بنتي، ما كرهتش كو كان الحليب في صدري كون رضعتها، لان يعني كنحس بها بحال بنتي، وما كتنعسش بلا بيا، وكانت تقول لي ماما، واخا يلاه عندها عام ونص كنت كنفرح بهذيك الكلمه ديال ماما، وحتى راجلي كان كيفرح. الحمد لله ربي عطاني احسن عائله. في المهم انه كملت الحمل ديالي وولدت بنيته، واخا كانت مريم هي اللي كانت كتعاونني، اللي خصاتني، واللي ديك الساعه ما كان كيجي عندي حتى حد. هي كان عندها ديك الساعه فاش ولدت كان عندها شي 12 سنه. المهم كل شيء داز مزيان، انا ومريم راه كنا بحال الصحابات، ماشي لان ما كاينش بيناتنا شي عمر. فاش تزوجت انا 16 سنه وهي كانت عندها 10 سنين، بيناتنا غير 6 سنين ديال الفرق. المهم ودازت الايام وانا ولدت بنيه وليد، زاد عندي وليد حتى هو. المهم الحياه كتستمر ومع الوليدات ومع الدنيا وصافي. ولكن من بعد شي عامين مات الاب ديالهم الله يرحمه، لان كان مسكين مريض، وفاش عرف راسو بدا كيعيا وعيا المرض مسكين بالصح، ومشى باع واحد الارض كانت عنده في البلاد، وخلى مسكين شي فلوس باش نصرف بهم على الولاد ولو غير مده. صافي المهم دازت عليا ايام صعيبه. صافي واحد النهار جاو شي وحدين من العائله ديالو، انا ما كنتش كنعرفهم، عمري ما شفتهم. وجات عندي اختو وقالت لي الفلوس ديال الارض فين هما. قلت ليها علاش كتسولي عليهم؟ قالت لي ورا خويا حتى انا عندي الحق فيهم. قلت لها شوفي الفلوس راه ماشي ديالك، راه ديال وليداته. قلت لها وراه صافي وراه وصاني باش نصرف منهم على وليداته، وباش نكبرهم، باش نشري لهم كتوبه ديالهم وباش يقراو. ما عجبهاش الحال، بدات كتغوت وتخاصم وتعاير. قلت لها بقي تغوتي حتى تعياي. قلت لها الفلوس راه شحال بقى فيهم بعدا، اصلا راه مشات منهم فلوس الدواء وفلوس العمليه اللي داروا. صافي بقات كتخاصم، بقات كتقمقم. وجات ليها مريم قالت ليها خرجي علينا. صافي مريم كانت عامره من جهتها، حيتاش فاش كانت صغيره فاش كانوا عندها ملي ماتت امهم تكرفصات عليهم. صافي بقات كتغوت عليها وقالت ليها انتي ما عمتي ما حتى شي حاجه. قالت ليها خرجي وعمرك ما تجي عندنا. صافي قلت لها لا حشومه ما تقوليش هكذا. قالت لي سكتي. قالت لي ما كاين لا حشومه لا والو. صافي مشات من داك النهار ما شفناها، واصلا ما عندنا ما نديرو بها، وهي طمعت في فلوس اليتامى.
صافي بقينا عايشين، كنصرفوا من ديك الفلوس الحاجة اللي خصت الوليدات كنحاول نجيبها ليهم. كان الهدف ديالي الوحيد هو نقري دوك الوليدات، نكبرهم ونوصلهم. صافي كنتقدى بالقياس ونكسيهم وديما نقيين والناس كيشكروا فيهم، والهم ديالي وشغلي الوحيد وشغلي الشاغل هو وليداتي، حتى حاجة ما درتها في راسي. صافي بداو كيكبروا الوليدات، وزوجت مريم تبارك الله مشات لفرنسا، الولد الثاني اللي هو احمد ما شاء الله عليه كان دار الكلية ديال الصيدلة وخدم في الفرماسيان. المهم خدمت عليهم وما خليت ما دارت وربيتهم وطلبت ربي إصلاحهم ليا حتى وصلتهم الحمد لله. مريم مشات لفرنسا، ولدي الثاني خدم في الفرماسيان الحمد لله. كان مسكين فاش خدم كيدور معايا، وكان بقى عايش معايا حتى تزوج، بقى واحد من الناس كانت خدامه في رملية وكانت كتجي عنده الفرماسيان. صافي تعرف عليها وطريفه وبنت الناس والله يعمرها الدار. صافي الحمد لله كل شيء كبر وكل شيء وصل، داك الشيء اللي كنت باغاه الحمد لله لقيته. دابا كنصايب في الوريقات ديالي باش نمشي عند مريم الفرنسا، قالت لي اجي عندي باش تفوجي شويه وباش ترتاحي وكنحمد الله وكنشكره اللي وصلت هاد الوليدات، وحتى هما ربي شوف حتى هما يتامى وجابني لهم الله في طريقهم، ما بغيتش ندوز عليهم اللي داز عليا سبحان الله. صافي البنات كملات القصه ديال لاله خديجه. المهم عجبتني وعطات مثال زوين على زوجه الاب تبارك الله عليها، والله يسر امورها. هاد عجبتني حيت فيها حيتاش مسكينه ما تلذاتش على دوك اللي تاما، واذا نتمنى اي زوجه اب تعمل مع اللي تاما بتعامل معهم برفق مساكن، راه ربي اللي كيكون عالم بهم وعندها الاجر. والحمد لله نتمنى تعجبكم القصه البنات، الا عجبتكم شجعوني وديروا لي لايك. شكرا.